السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد عبد الرحمن، راح أشرحكم المختبر الأول المتعلق ب calculation of molecular structure مال DNA، يعني حسابات التركيب الجزيئي للـ DNA. الـ DNA والـ RNA هي macro molecular structure، يعني تركيب جزيئي كبير. من كنا macro molecular structure، تركيب جزيئي كبير، يعني يتألف من وحدات أصغر. هاي الوحدات الأصغر ترتبط مع بعضها تكون لي الماكرو مولكيولر ستركتشر، التركيب الجزيئي الكبير. الوحدات هاي أسميها بالنيوكليوتايد. زين، هذا التركيب الجزيئي الكبير كومبوزد أوف، يتألف من ريجولار ريبيتينج بوليمير. ما طول قلت هو بوليمير، يعني هو متعدد الوحدات البنائية. البوليمير المتعدد الوحدات البنائية يتألف، كل بوليمير يتألف من مونومير، والمونومير هو الوحدة البنائية الواحدة ترتبط مع بعضها تكون البوليمير. فالمونومير هو نيوكلوتيدة، فالنيوكلوتيدة اللي هي المونومير ترتبط مع بعضها تكون البوليمير اللي هو البولي نيوكلوتيد. هذا البوليمير شي يكون ريجولر وريبيتينج، يعني يكون منتظم ومتكرر. خلينا نشوف هنا بهذا الفيجر شلون يكون منتظم ومتكرر. هاي نيوكلوتيدة عندي، نيوكلوتيدة تتألف من ثلاث شغلات، تتألف من القاعدة النيتروجينية، وتتألف من السكر المنقوص الأكسجين، وتتألف من مجموعة الفوسفات. هاي نيوكلوتيدة الأولى، هاي نيوكلوتيدة الثانية، هاي نيوكلوتيدة الثالثة. إذا كل نيوكلوتيدة نشوفها إنه هي موجودة بشكل منتظم، وحدة جوا اللخ كونت لي شريط دي إن إي، وهنا الشريط المعاكس للـ دي إن إي، وتكون لهذا منتظمة ومتكررة. هاي نيوكلوتيدة أولى تكررت صارت نيوكلوتيدة ثانية ونيوكلوتيدة ثالثة. لهذا احنا نقول الـ DNA والـ RNA هو ماكرو مولكيولر ستراكشر، تراكيب جزيئية كبيرة تتألف من regular repeating polymer، بوليمير منتظم ومكرر متشكلة من النيوكلوتايد اللي يشكل لي البولينيوكلوتايد. قلنا النيوكلوتايد ذات ترتبط مع بعضها تكون لي البولينيوكلوتايد. زين، الـ DNA has two strands of nucleotide. قلنا الـ DNA يحوي على شريطين، هذا الشريط الأول وهذا الشريط الثاني من الـ DNA اللي يتألف من النيوكليوتيدات اللي حكيت عليها آني. زين، الـ DNA الأول شغلة الـ DNA الوظيفة مالته هو يقول genetic instruction contain، يحوي على genetic instruction، يحوي على المعلومات الوراثية اللي تستخدم بتطور development and functional of living microorganism، يعني يتستخدم بتطور وظيفة الكائنات الحية. إذن الـ DNA هو راح يحمل لي المعلومات الوراثية اللي يؤدي لي إلى تطور الكائن الحي، واللي يؤدي لي إلى أنه يشفر لي الوظائف الخاصة بالكائن الحي. زين، شون تطور الكائن الحي؟ الـ DNA شون يطور الكائن الحي؟ مثلا على سبيل المثال أدي بكتيريا السيودوموناس. بكتيريا السيودوموناس من تكتسب جين مثلا مقاومة الأنتيبيوتيك، هذا الجين اللي اكتسبته مقاومة الانتيبايوتيك راح تكون لها القابلية على مقاومة انتيبايوتيك معين. إذا هي قبل ما كانت لها قابلية على أن تقاوم هذا الانتيبايوتيك، من اكتسبت هذا الجين مثلا مقاومة الامبنسلين انتيبايوتيك صارت لها القابلية على أنه قاومت هذا الانتيبايوتيك. إذا صار بالبكتيريا ديفلوبمنت، كانت صار تطور بالبكتيريا، كانت قبل ما تقاوم الانتيبايوتيك قامت تقاوم الانتيبايوتيك. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة أخذت الجين الخاص بالمقاومة الانتيبايوتيك. فاخذت الـ DNA اللي يحوي المعلومات الوراثية الخاصة بمقاومة الانتيبايوتيك، بهذا صار بالخلية تطور، بالبكتيريا صار تطور. وبنفس الوقت انه اني اعرف انه الجينوم مال البكتيريا يشفر لي لكل اجزاء الخلية، يشفر للاوتر ممبرين، الجدار الخلوي، يشفر للسيتوبلازم، يشفر للميتوكوندريا، ويشفر كل اجزاء الخلية. لهذا هو functional of living organism. لهذا اني قلت انه الـ DNA وظيفته هو genetic instruction، يعني يحمل المعلومات الوراثيه اللي تستخدم بتطور وتؤدي الوظيفه مع الكائنات الحيه. بينما الـ RNA شنو وظيفه الـ RNA؟ الـ RNA هو one strand، DNA احنا قلنا double strand، الـ RNA هو one strand used in protein synthesis، بصناعه البروتين. الـ RNA يستخدم في صناعه البروتين. اذا هاي اول فرق بين الـ DNA والـ RNA. DNA الوظيفة مالته هو حمل المعلومة الوراثية اللي تستخدم development and functional of living organism، بينما الـ RNA يستخدم بصناعة البروتين. والـ DNA هو double strand والـ RNA هو single strand. هسه نيجي على الـ building block مال nucleic acid. الوحدة البنائية اللي تشكل الأحماض النووية هي النيوكلوتيدة، قلناها نيوكلوتيدة، واللي تتألف من ثلاث شغلات: nitrogen base والرايبوز شجر سكر الخماسي، وتتألف مجموعة الفاسفات. هسه راح نحكي على النيتروجين بيز.
النيتروجين بيس اكو تو تايب عندي من النيتروجين بيس، اكو عندي بيورينات بيورين وعندي بايرميدين. البيورين هو شنو؟ دبل رينج، حلقتين، حلقه سداسيه مرتبطه بحلقه خماسيه اللي هو الادينين والجوانين، اثنيناتهم الادينين والجوانين. شلون اعرف اني البيورين انه هو الادينين والجوانين؟ شلون احفظها؟ احفظها من كلمه ايج، ايج عمر، يعني ايج تبدي بحرف الاي بعدين الجي، فالادينين والجوانين. بينما هذا منو البيورينات؟ البايرميدين هو يحوي على حلقه واحده، بالدي ان اي هو السيتوسين والثايمين. بينما بالار ان اي هو السيتوسين واليوراسيل. اذا الفرق الثاني بين الدي ان اي والار ان اي، الدي ان اي يحتوي على الثايمين والار ان اي يحتوي على اليوراسيل. وهو يكون سنجل رينج، قلنا البايرميدين تكون حلقه واحده. زين. عندي الادينين يرتبط ويا الثايمين او ويا اليوراسيل بتو هيدروجين. شوف هنا الادينين ويا الثايمين ارتبط بعصرتين هيدروجين. بينما الجوانين والسيتوسين يرتبط بثلاث عواصر هيدروجين. نيجي على الجزء الثاني من النيوكليوتيدا اللي يشكل النيوكليوتيدا اللي هي البنتوز شوغرز، السكر الخماسي. كومبوز اوف 5 كربون اتوم، خمس ذرات من كربون. هو موجود بالدي ان اي هو ديوكسي رايبوز، اسميه ديوكسي رايبوز بالدي ان اي. بينما بالار ان اي هو رايبوز، هذا الدي ان اي. الدي ان اي شوف هذا السكر اللي موجود بالقاعده النيتروجينيه الموجوده بالدي ان اي. هذا السكر الخماسي اللي هو بخمس ذرات كربون، 1 2 3 4 5، خمس ذرات كربون. الذره الثانيه 2 برايم، يسموها 2 برايم. بالذره الثانيه نشوف بالدي ان اي ما يحوي على مجموعه او اتش، منقوص الاكسجين، يحوي على اتش، اللي هذا يسموه ديوكسي رايبوز. بينما بالار ان اي يسموه رايبوز لانه يحوي على او اتش. هذا الفرق الثالث بين الدي ان اي والار ان اي. الدي ان اي يحوي على ديوكسي رايبوز، يعني ما بي مجموعة OH، بي بس H. بينما الـ RNA يحوي على ريبوز بي مجموعة OH. لهذا يقول ريبوز شكر إن RNA يحوي على OH جروب، قلنا آت 2 برايم كربون أتوم بالذرة الكربون الثانية، بينما بالDNA يتفقد الـ OH جروب. زين. In one strand بنتوز شكر بايند with nitrogen base. هذا الستراند الواحد، هذا الـ بنتوز شوغر، هذا العفو البنتوز الشوغر، هذا البنتوز الشوغر يرتبط بالقاعده النيتروجينيه عن طريق شنو؟ عن طريق يا ذره، عن طريق الذره الاولى اللي هي الون برايم. هاي الذره الاولى اللي هي الون برايم راح ترتبط بالقاعده النيتروجينيه. باسره اسميها جلايكوسيديك باوند، اسره سكريه اسميها جلايكوسيديك باوند. اذا قلنا السكر بالذرة الأولى مالت الون برايم راح يرتبط بالقاعدة النيتروجينية عن طريق آسرة اسميها جلايكوسيديك باوند، ويرتبط بالذرة الخامسة مالت اللي هي 5 برايم بالمجموعة الفوسفات عن طريق آسرة استر. أعيد، السكر يرتبط بالقاعدة النيتروجينية عن طريق جلايكوسيديك باوند عند الذرة رقم واحد، ويرتبط بمجموعة الفوسفات عن طريق الاستر باوند، آسرة الاستر باوند بالذرة الخامسة. لهذا قلنا ان ون ستراند البنتوز شوغر راح يرتبط بالنيتروجين بيس، قلنا بذرة الرقم واحد بجلايكوسيديك باوند، آسرة جلايكوسيدية، فورمينج نيوكلوسايد، يشكل نيوكلوسايد. وبعدين يرتبط بالفوسفيت جروب، راح يرتبط بالفوسفيت بالذرة الخامسة عن طريق الاستر باوند. زين، هسه عرفنا هاي التركيب مال النيوكلوتيدا. اذا قلنا هسه شنو النيوكلوسايد؟ من نريد نعرف شنو النيوكلوسايد. النيوكلوسايد تقول لي بس السكر مرتبط بالقاعده النيتروجينيه بدون مجموعه الفوسفات. اذا لما السكر يرتبط بالقاعده النيتروجينيه اسميه نيوكلوسايد، لما تنضاف له الفوسفات مجموعه الفوسفات اسميه نيوكلوتايد. زين، هسه نيجي على شنو الفوسفات جروب. الفوسفات جروب يقول it give nucleic acid، يعني الحامضيه مال الاحماض النوويه. It's strong negative charge، تحوي على نيجاتيف تشارج. ما طول هي تحوي على نيجاتيف تشارج، اذا هي اللي تعطي الحامضيه مال الاحماض النوويه. وين النيجاتيف تشارج؟ هاي النيجاتيف تشارج، هاي الاو اللي تحوي على ماينس، هاي الاو تحمي على ماينس، هاي الاو تكون. فكل نيوكليوتيده بيها مجموعه فوسفات، وكل مجموعه فوسفات تحتوي على شحنه سالبه واحده. لهذا اكبر جزيئه على وجه الارض تحوي شحنات سالبه هي الدي ان اي. ليش؟ لانه الدي ان اي بالانسان هو تقريبا عدد النيوكليوتيدات ب 3 مليارات، يعني اكو 3 مليارات شحنه سالبه بالدي ان اي. فتتخيل هذا العدد 3 مليارات شحنه سالبه هو اللي يعطي الحامضيه، وهو يعطي خصائص الدي ان اي اللي تكون مختزله. زين، المهم على العموم
انه احنا لازم نعرف انه هو يحمي على النيجاتيف تشارج نتيجه وجود مجموعه الفوسفات الليبي. زين يقول لك هنا شنو؟ يقول هاي ال ات بايندز فوسفيت جروب، هاي الفوسفيت جروب يقول ات بايند 5 كربون اتوم، هاي 5 كربون اتوم، شوف هاي 5 كربون ات بايند سي ترتبط ال 5 كربون اتوم مال ديوكسي رايبوز شوجر مال ون نيوكليوتايد، هاي مال هاي النيوكليوتيد. اذا شوف هاي مجموعه الفوسفات راح ترتبط بال 5 براين شوجر مال ون نيوكليوتايد، وراح ترتبط شوف هاي 3 براين راح ترتبط بال 3 براين شوجر مال انذر نيوكليوتايد مال النيوكليوتيد الاخر. زين هاي اللي راح ترتبط قاعد ال شو اسمه قلنا مجموعه الفوسفات راح ترتبط ويا الفايف برايم شوجر مال نيوكليوتيده واحده باسره يسموها استر باوند. استر باوند هي سي او، هاي سي او. زين وراح ترتبط مجموعه الفوسفات بال 3 برايم مال نيوكليوتيده الاخ باسره استر باوند ثانيه. لهذا هاي استر باوند وهاي استر باوند تشكل فوسفو داي استر باوند. داي يعني اثنين، فوسفو هي آثرة فوسفاتية، داي يعني اثنين، استر باوند هاي استر باوند وهاي استر باوند، وهاي تشكل الباك بون يعني الهيكل مال من هذا الباك بون هذا كليته الهيكل الخارجي مال دي ان اي. زين راح اعيد يقول ات بايند 5 كربون اتوم مال 2 ديوكسي شوجر مال 1 نيوكليوتايد، هاي مجموعة الفوسفات راح ترتبط بال 5 برايم شوجر مال 1 نيوكليوتايد بيش باستر باوند، هاي الاستر باوند باي استر باوند اند تو 3 هيدروكسيل، ترتبط بال 3 هيدروكسيل مال انذر نيوكليوتايد، هاي مال نيوكليوتايد الاولى قلنا ترتبط بال 5 برايم عن طريق الاستر باوند، وبالنيوكليوتيد الثانيه ترتبط ويا ال 3 برايم مال شوجر عن طريق هم استر باوند. اذا ما طول عندي استر باوند واستر باوند تكون لي عصره فوسفو داي، داي 2 يعني 2 2 استر فوسفو داي استر باوند، فوسفو داي استر باوند اللي تربط لي النيوكليوتيد الاولى ويا النيوكليوتيد الثانيه. نكمل خصائص الدي ان اي. هنا يقول الدي ان اي هو انتي بارال ستراند، يعني تركيب متوازي، بارال متوازي انتي متعاكس، فهو تركيب متوازي، هذا الشريط موازي لهذا الشريط. متعاكس لانه هذا الشريط يبدي بمجموعه الفوسفات اللي هي تحمل على الفايف برايم وينتهي بمجموعه الهيدروكسيل الموجوده على الثري برايم، فهو يبدي بفايف برايم وينتهي ثري برايم. هذا بالعكس يبدي بمجموعه الهيدروكسيل على ثري برايم وينتهي بمجموعه الفوسفات على الفايف برايم. لهذا الشريط الاول هو يبدي من فايف برايم الى ثري برايم، والشريط الثاني يبدي من ثري برايم الى فايف برايم، لهذا كنا انتي متعاكس. هو متوازي صحيح متوازي بس متعاكس. That has two polynucleotide strand. قلناها ليش polynucleotide جاية من بوليمير وشرحنا شنو البوليمير والبولينيوكليوتايد strand in opposite direction. قلناها باتجاه معاكس، واحد عكس الاخر، واحد يبدي 3 برايم الى 5 برايم والثاني يبدي من 5 برايم الى 3 برايم. يقول الانتي بارال strand مال دي ان اي held تقام together يعني تحمل together، يعني هذا strand ويا هذا strand اثنيناتهم يرتبطون توجذر بشنو؟ بنوعين من الاواصر. اول شيء الاواصر الهيدروجينيه اللي تربط القواعد النيتروجينيه، هاي القاعده النيتروجين وهاي القاعده النيتروجين، فهاي الادينين ترتبط ويا الثايمين باثرتين قلنا، والسيتوسين والجوانين ترتبط بثلاث اواصر هيدروجينيه. هاي اول شيء الاواصر الهيدروجينيه. فويك فورس يعني قوه ضعيفه مال الاثر الهيدروجينيه بين البيسز. هاي شنو الاواصر اللي تربط الشريطين. اثنين partly hydrophobic attraction. hydrophobic attraction يعني قوه كارهه للماء بين الستاكت بيس بير. الستاكت بيس بير يعني المتراصل. يعني احنا هنا منين نشوف تركيب الدي ان اي؟ نشوف هاي القواعد النيتروجينيه موجوده للداخل، شوفوا الداخل. الخارج مال الدي ان اي هو هذا، هذا الشريط هذا الخارج اللي هو السكر والفوسفات، شوفوا سكر فوسفات سكر فوسفات سكر فوسفات يكون الباك بون، يعني الهيكل مال دي ان اي يكون اللي يكون للخارج، وهذا محب للماء فيكون ويا المي بالخارج، وهذا همينه من هنا السكر والفوسفات اللي يكون للخارج، بينما القواعد النيتروجينيه تكون للداخل، شوفوا هاي للداخل وهاي للداخل، القواعد النيتروجينيه تكون للداخل، فهاي القواعد النيتروجينيه اللي تكون للداخل وحده وتكون فوق اللخ، شوف هاي فوق هاي وهاي فوق هاي،
تكون متراصة. شون الأقراص اللي واحدة متراصة ويا الثاني، هذا التراص، هاي القاعدة النيتروجينية ويا هاي تكون هيدروفوبيك انتركشن، قوة كارهة للماء. هاي همينة نوع من الأواصر اللي تساعد بثباتية الدي ان اي. زين، يكون فاردر مور، بالإضافة لذلك بوث ستراند سبريتد باي 2 نانومتر ديستانس. هنا عندي هاي اللي راح احكيها بالحسابات، انا مو طول عندي مختبري هو حسابات الدي ان اي، فلهذا لازم هسه احفظ. احفظ اول شيء يقول قطر الدي ان اي هو 2 نانومتر. ايش قد قطر الدي ان اي؟ هاي القطر، هاي اللفه، هاي القطرها ايش قد؟ 2 نانومتر. زين، يقول ذا كويلينج اوف دبل هيليكس هو رايت هاندد. هاي مو شريطين عندي انا، هذا الشريط الاول والشريط الثاني اللي هو السكر والفوسفات للخارج، وذني القواعد النيتروجينية اللي تكون للداخل. هاي الشريطين من يرتبطن؟ يرتبطن على أساس شكل حلزون. هذا الحلزون من يتحلزن؟ يتحلزن أجهل يمنى، يعني بالحلزون مالته يكون دبل هيليكس إز رايت هاندد. رايت هاندد يعني يفتر، يتحلزن يفتر أجهل يمنى، مو أجهل يسرى، بالعكس لا، أجهل يمنى. هذا بالبيتا فورم اللي هو الواتسون وكريك، أول ما اكتشفوه الواتسون وكريك. أعيد، كويلينج تحلزن الدبل هيليكس هو رايت هاندد، قلنا هاي الشريطين من تفتر تسوي حلزون على جهة اليمنى وليس على جهة اليسرى، وشكل بيتا فورم كومبوزد اوف 10 نيوكليوتايد. بكل لفة، اللفة شوفوا هاي جزئين، هذا الجزء وهذا الجزء، هذا الجزء وهذا الجزء يشكل لفة. هاي اللفة كلها بها 10 نيوكليوتيدات، هنا خمسة وهنا خمسة، تكون لي 10 نيوكليوتيدات. فبكل ترن، ترن يعني لفة، كل لفة اكو 10 نيوكليوتيدات، هاي هم تحفظوها. اذا تقول لي قطر الدي ان اي 2 نانومتر، كل لفة من الدي ان اي بها 10 نيوكليوتيدات. تقول لي المسافة بين قاعدة نيتروجينية واللخ هي 0.34 نانومتر. زين، ما طول المسافة بين قاعدة وقاعدة 0.34 نانومتر، واللفة الوحدة بها 10 نيوكليوتيدات، اذا ايش قد طول اللفة؟ تقول لي اوكي، طول اللفة معناها ما طول المسافة بين هاي القاعدة وهاي القاعدة 0.34 واكو 10 نيوكليوتيدات، اضرب 10 في 0.34 تطلع 3.4 نانومتر، اذا طول اللفة 3.4 نانومتر. عرفنا شلون حسبنا طول اللفة 3.4 نانومتر؟ لانه تقول لي اللفة الوحدة بها المسافة بين القاعدة النيتروجينية، كل قاعدة نيتروجينية واللخ هي 0.34، وباللفة موجود 10 نيوكليوتيدات، ف 10 نيوكليوتيدات على مسافة 0.34 اضرب 10 نيوكليوتيدات على مسافة 0.34 تقول لي طول اللفة 3.4 نانومتر. اذا هسه نحفظ ثلاث شغلات، انه قطر الدي ان اي 2 نانومتر، وانه اللفة الوحدة بها 10 نيوكليوتيدات، وانه المسافة بين قاعدة نيتروجينية وقاعدة نيتروجينية 0.34 نانومتر، وطول اللفة هو 3.4 نانومتر. نيجي على شغلة واحدة، لخ الهيليكس has two external grooves. grooves يعني حفر او فجوات. شوفوا هذا الدي ان اي من يلتف بشكل حلزوني قلنا على جهة اليمنى يكون اثنين من الجروف. هذا الميجر جروف، هاي اللي تكون كلش كبيرة، يعني المسافة تكون كلش كبيرة بين الباك بون مال الدي ان اي هذا وهذا، تكون كلش كبيرة، ويكون ماينر جروف، هاي ماينر جروف، هاي الصغيرة. فبكل فرات الدي ان اي شوفوا هذا ميجر جروف ماينر جروف، ميجر جروف ماينر جروف، وهكذا. فالدي ان اي يكون اذا عنده تو نوع من الجروف، ميجر جروف الكبيره شو تكون؟ تكون ديب وايد، عريضه وعميقه، عريضه وعميقه سميتها ميجر جروف، والشالو نورو الضيقه والسطحيه هي منية هي الماينر جروف. هاي الجروفات هي لارج اناف، كبيره المتسمح للبروتينات تو كونتاكت ويا البيسز. يعني يجي هاي الميجر جروف ماينر جروف شنو وظيفتها؟ انه البروتينات تجي ترتبط بيها، من ترتبط بيها تغير شكل الدي ان اي، ترتبط بيها تغير شكل الدي ان اي، يعني ترتبط منها وترتبط منها تفتح شريطي الدي ان اي، تساعد على فتح شريطي الدي ان اي، تغير شكل الدي ان اي يعني تساعد على فتح شريطي الدي ان اي، وتساعد على عمليه الريبليكيشن راح ناخذها بالنظري، تضاعف الدي ان اي واستنساخ الدي ان اي، وراح تاخذوها بشكل مفصل بالنظري. must be remembered، لازم احنا نتذكر شغلات مهمه نستخدمها بحسابات الجزئيه، لانه احنا مختبرنا هذا هو حساب شلون نحسب تراكيب الجزئيه للدي ان اي.
اول شيء احنا قلنا قطر الدي ان اي هو 20 انجستروم اللي هو 2 نانومتر. طبعا هاي التحويلات هسه راح اجي اعطيكم طريقه كلش بسيطه وحلوه شلون نحول مثلا من انجستروم نانومتر او من نانومتر انجستروم. بس هسه على العموم تعرف انه قطر الدي ان اي دايمتر او دبل هيليكس دي ان اي هو 20 انجستروم او 2 نانومتر. لو 20 انجستروم نقول لو 2 نانومتر زين. هاي اول شيء، بعدين اعطيكم التحويلات شلون نحول من انجستروم لنانومتر زين. البيس بير، من اقول بيس بير هو دبل نيوكليوتايد ان انتي بارال ستراند دي ان اي، يعني بهذا الستراند والبارالال مالته الانتي بارالال المعاكس مالته، يعني هاي البيس بير مالتها هاي، هاي نيوكليوتيد البيس بير مالتها هاي هاي هاي. اذا من اقول بيس بير زوج مال بيس قواعد نيتروجينيه، دا اقصد انه دبل نيوكليوتايد، دبل نيوكليوتايد هذا دبل نيوكليوتايد بالانتي بارالال، بالانتي بارالال ستراند، هاي الانتي بارالال ستراند. 3 نيوكليوتايد، كل 3 نيوكليوتايد تعطيني كودون واحده او امينو اسيد واحد. هاي همين اخليها بنظر الاعتبار من اريد اسوي حسابات مالتي مال دي ان اي. كل 3 نيوكليوتيدات تعطيني، هاي عرفناها نعرفها احنا، كل 3 نيوكليوتيدات تشفر الكود واحده، شفره واحده تعطي، والشفره واحده تعطيني حامض امينو واحد. فهي كود فور وان امينو اسيد او اقول كود واحد. الافرج معدل الموليكولر ويت مال بيس بير بالدي ان اي 618، هاي نحفظها. ايش قد المعدل مال، ايش قد الموليكولر ويت؟ الوزن الجزيئي. من اقول موليكولر ويت انتبهوا على شغله كلش مهمه، الموليكولر ويت هو الوزن الجزيئي. فالوزن الجزيئي مال البيس بير الواحد ايش قد؟ تقولي 618 زين. الوزن الجزيئي مال ار ان اي، الار ان اي هو مو بيس بير، ببيس واحد لانه هو شريط واحد مو شريطين، ايش قد؟ تقولي 320 زين. الموليكولر ويت الوزن الجزيئي للبروتين للحامض الاميني الواحد ايش قد؟ تقولي 120. اعيد، الوزن الجزيئي للبيس بير بالدي ان اي 618 تحفظها، الوزن الجزيئي للبيس الواحد بالار ان اي 320، الوزن الجزيئي للامينو اسيد الواحد بالبروتين هو 120 زين. هاي حكيناها بالسلايد السابق. الديستانس بين ايتش بيس بير، المسافه بين بيس بير وبيس بير هو 0.34 نانومتر. لهذا طول اللفه قلنا احنا اللفه ما طول بها 10، والمسافه بين قاعده وقاعده 0.34، اضرب ال10 في 0.34، 10 في 0.34 تطلع لي طول اللفه، اللينث مال ترن اللفه اللي هي 3.4 نانومتر زين. هسه عندي ريليشن، العلاقه بين الكيلو بيس بير والميجا دالتون. بس اريد افهمكم شغله واحده، الكيلو بيس بير هو حجم جزيئي، اللي هو يعني من اقول لك، من اقول لك الحجم الجزيئي، من اريد نقيس الدي ان اي بالحجم الجزيئي اقيسه لو بالبيس بير الواحد بالبيس بير لو بالكيلو بيس بير. لما اقول لك اريد اقيس الدي ان اي بالوزن الجزيئي، مو حجم جزيئي، وزن، وزن جزيئي، راح تقول لي لو ميجا دالتون لو دالتون زين. راح نيجي هسه احنا راح نشوف العلاقه بين الكيلو بيس بير اللي هو الحجم الجزيئي والميجا دالتون اللي هو الوزن الجزيئي. شلون؟ من اقول لك سوي لي العلاقه تكتب لي هاي الحكي هسه اللي راح اشرح لك اياه، معادلات الحسابات اللي هاي هسه راح اشرح لك اياها. اول شيء اني عندي الكيلو بيس بير هو 10 اس 3 من البيس بير، هاي اول شيء. والميجا دالتون هو 10 اس 6 من الدالتون زين. هاي نحفظها انه الكيلو بيس بير ايش قد؟ 10 اس 3 من شنو؟ من البيس بير. والميجا دالتون هو 10 اس 6 من شنو؟ من الدالتون زين. الواحد بيس بير ايش قد تساوي؟ هنا انا قلناها واحد بيس بير ايش قد تساوي المولكيولر ويت مالتها؟ 618. اذا نقول الواحد بيس بير المولكيولر ويت مالتها ايش تساوي؟ ايش قد؟ 618 دالتون. زين انا اريد هسه علاقه بين الكيلو بيس بير، مو واحد بيس بير، ما طول كيلو، ما طول اريد العلاقه بالكيلو بيس بير. اذا الواحد راح احولها الى الف، اضربها في الف، لانه احنا قلنا الكيلو بيس بير هي 10 اس 3 من البيس بير، فالواحد راح اسويها الف على مود تصير كيلو بيس بير، لانه الواحد 10 اس 3 من البيس بير، كيلو بيس بير 10 اس 3 من البيس بير، فهاي ضربتها في الف، وهاي يعني طرفي المعادله ضربتها في الف على مود تساوي. اعيد، الواحد بيس بير
هاي مين جتني هسه هاي اول شيء. الواحد بيس بير الوزن الجزيئي مالته 618 دالتون. انتهينا. واحد بيس بير 618 دالتون. هاي العلاقه بين البيس بير والدالتون. بس انا ما اريد العلاقه بين البيس بير والدالتون. اريد العلاقه بين الكيلو بيس بير والميجا دالتون. شلون؟ زين اوكي. قلنا الواحد بيس بير هو 618 دالتون لانه البيس بير الواحد الوزن الجزيئي مالته 618 دالتون. عرفنا هاي شنو؟ زين هاي شنو؟ هاي الواحد بيس بير هذا طرف المعادله ضربته في الف صار الف بيس بير، وهذا هم ضربته في الف على مود تتساوي. هذا الطرف مال المعادله خليت ضربته في الف وهذا ضربته في الف، فصارت الف بيس بير تساوي 618 الف بيس بير. الالف بيس بير هو 1 كيلو بيس بير. زين شو تساوي؟ صارت 618 الف دالتون. زيناني العلاقه بين الكيلو بيس بير والميجا دالتون. احول الدالتون للميجا دالتون. شلون؟ الدالتون الميجا دالتون اقسم هاي على 10 اس 6 يعني على مليون، اقسم هذا على مليون. ليش؟ لانه انا دا احول من الصغير للكبير فاقسم. فالدالتون احولها الميجا دالتون، اقسم هذا على 10 اس 6، من اقسمه على 10 اس 6 شو يطلع لي؟ 0.62 ميجا دالتون. اذا الواحد كيلو بيس بير هو 0.6 ميجا دالتون. اعيد للمره الاخيره، اجي هنا الكيلو بيس بير هو 10 اس 3 من البيس بير، هاي نحفظها. الميجا دالتون 10 اس 6 من الدالتون. هاي مين جتي العلاقه؟ الواحد بيس بير يساوي 618 دالتون. اي لانه المولكيولر ويت الوزن الجزيئي مال الواحد بيس بير هو 618 دالتون. بس انا ما اريد العلاقه بين البيس بير والدالتون، اريد العلاقه بين الكيلو بيس بير والميجا دالتون. لهذا راح اضرب طرفي المعادله، هذا الطرف وهذا الطرف في الف. هاي يصير الف وهاي يصير 618 الف، يعني ما تغير عندي شيء. ما طول اني ضربت هذا بالف وهذا الف، طرفي المعادله ما تغير عندي شيء. هذا صار الف وهذا 618 الف. الالف هو 1 كيلو بيس بير. اوكي وصلت ثاني للكيلو بيس بير لانه اريد العلاقه بين الكيلو بيس بير والميجا دالتون. هذا صار الالف صارت 1 كيلو بيس بير لانه الف بيس بير هي 1 كيلو بيس بير. اوكي 618 الف دالتون اريد احولها ميجا دالتون. الدالتون من احول الميجا دالتون؟ من الصغير للكبير اقسم. اقسم على شقد؟ على 10 اس 6 لانه احنا الميجا دالتون هم 10 اس 6 من الدالتون. فاقسم هذا على 10 اس 6 يطلع لي 0.62 ميجا دالتون. لهذا تقول الواحد كيلو بيس بير هو يساوي 0.62 ميجا دالتون.